تدكو النجم في بداية الموسم من فريق الترجي الجرجيسي. تابعوا هذا الهجوم على سونا فولي، هذه كرة خطيرة يوسف المساكلي، هجمة خطيرة سلحة الترجي والهدف الأول، افتتاح النتيجة عن طريق أسامة الترجي، هدف أول لسلحة الترجي، توقيع أسامة الترجي في الدقيقة 42. شفنا عملية ممتازة في دفاع النجم الرياضي الساحلي، تدرج بالكرة وأسامة الترجي لا شباك فارغة نادر يفتتح باب التسجيل لصالح الترجي. شكون خذا العملية؟ شكون بدا بها؟ يوسف المساكني خرج من محور الهجوم، جاء من خلف، خذا الكرة، خدمة ثنائية، ثم استنى أفول حتى يتعدى. يعني نجم نقول يوسف المساكني هو اللي خلق الفرصة هذه، لأنه شاهدوا لهنا، شوف كيفاش يوسف المساكني هو اللي خذا الكرة وتمريرة حاسمة لأفول اللي خرج الكرة في طبق أسامة الدراجي اللي جاء في مكان وجدي بوعزي. يعني تنشيط هجومي ممتاز للترجي الرياضي، عودت الترجي الرياضي في نهاية المقابلات في نهاية الموسم بالشكل هذا. سامح الدربالي هو اللي أعطاه التمريرة الأخيرة، لكن يقعد ديما يوسف الدراجي بالخروج نتاعه وبالتمريرة الحاسمة هو اللي خلق الهدف هذا. هدف أول توقيع أسامة الدراجي في الدقيقة 42، هذه عادة مرة أخرى الهدف أسامة الدراجي.